خلينا نروح قراركم واعلانكم مطالب حزب النهضه المصري في مليونيه 8 يوليو نعم للثوره اولا نبذه حضرتك والمشاركه والمطالبات بتاعت حضرتك بتاعت الحزب اولا بسم الله الرحمن الرحيم احنا كنا قررنا الا نشارك فيما يحدث في ميدان التحرير نظرا لتداخل الفوضى مع الثوره مع المطالب مع الاهداف مع ايديولوجيات خاصه ومع مطالب خاصه لها مآرب خاصه فقط الحابل بالنابل في ميدان التحرير. لكن لما تم تصفيه الموقف وتم اعلاء العنوان والهدف الثوره اولا وجمعه الاصرار على المطالب اللي هي تحقق القضاء على الفساد والفاسدين وحتميه الاصراع بالمحاكمه العلنيه لحسن مبارك ونظامه وتطهير مؤسسات الدوله فنحن اتفقنا على ان نشارك بكل وضوح. وانا عايز بس اضيف ملحوظه ان احنا لم نعلن راينا هذا من قبل ولم نشارك في اي فعاليات فيها راي في هذا الصدد الا منذ امس اعلنا راينا اليوم وبنعلنه للجميع علانيه ان احنا نشارك بعد استقرار الاهداف ووضوحها لان كانت المطالب فيما سبق لبعض التيارات او الفصائل السياسيه لها اهداف خاصه مثل الدستور اولا او تعطيل اجراء الانتخابات او مجلس رئاسي وكل هؤلاء قله لا تمثل انفسها. ما احترمنا باشخاصنا ورايهم لكنهم لا يعبرون عن انفسهم هم ارائهم تعبر التفاف على اراده الشعب واستفزاز 19 مارس وهؤلاء حاولوا تقويض اراده الشعب في 19 مارس. نحن مع الشرعيه مع اراده الشعب ومع القضاء على الفساد والفاسدين والمجرمين وتحقيق مطالب الثوره بتطهير البلد كلها من كل رموز الفساد والنظام في البلد داخل كل مؤسسات الدوله وحتى اذا كانت وزاره العدل كل مؤسسة الدولة حتى داخل مجلس الوزراء نحن نطالب بإقالة نائب رئيس مجلس الوزراء لتطهير المجلس الوزراء ونطالب بتحقيق تلك المطالب بجدية وبإسراع وبعلانية وبشفافية أمام الرأي العام حتى لندع فرصة للثورة المضادة التي بدأت تأخذ وجودها في مصر وتعيق كل تقدم في تحقيق العدل في مصر. شكرا أستاذنا. شكرا. من خليك.